التدابير المتخذة لإخراج مدونة التغطية الصحية الأساسية إلى حيز الوجود للنواب المحترمين علي بن عبد الرزاق، عبد الله البرقادي، محجوبة الزبيري، عبد العزيز حليلي، عبد الله الوارثي، أحمد الهاشمي، حفيدة جدالي، معزوزي بو عمامة من فريق الاستقلالي للوحدة والتعددية. تفضلوا سي برقادي. شكرا سيد الرئيس، السيدات والسادة النواب المحترمين، السيد الوزير رمضان المبارك سعيد. السيد الوزير المحترم، شكلت مدونة التغطية الصحية خطوة إيجابية ونقلة نوعية في إعطاء التغطية الصحية الأساسية بدلولها الحقيقي، مما جعل المواطنين يعلقون عليها آمالا كبيرة لتعميم التغطية الصحية لتشمل جميع أبناء الوطن دون استثناء، بمن فيهم المعوزون الذين يعتبرون في أسماس الحاجة أكثر من غيرهم للاستفادة من التغطية الصحية. إن أهمية هذا الموضوع الذي يتتبعه المواطنون باهتمام بالغ يتطلب من الحكومة تنوير الرأي العام الوطني بخصوص ما توصلت إليه من تدابير ملموسة للتطبيق الفعلي للقانون المتعلق بمدونة التغطية الصحية الأساسية، بعد أن عرف تنفيذه تعثر انعكس سلبا على الأهداف المتوخاة منه، خاصة فيما يتعلق بقائمة الأدوية التي شملتها التغطية الصحية والتسعيرة المرجعية للأطباء بالقطاعين العام والخاص، وكذا إشكالية التغطية الصحية بالنسبة للفئات المعوزة، بالإضافة إلى مشاكل ناتجة عن عدم تجديد العقد بين التعددية العامة وأطباء القطاع الخاص. غادي نعطي واحد المثال اللي عايشناه وعرفناه، هو أن فيما يخص عدم تجديد العقد بين التعددية العامة وأطباء القطاع الخاص، هو أنه التزام لا بريزون شار بما يخص تداوي بشأن التداوي بالليزر والأوعية، وكذا إخراج حالة الجلالة من اللائحة الرسمية إلى لائحة خاصة، وبسعر ضئيل لا يتجاوز 4500 درهم، تشمل مصارف الصحة والإنعاش والتطبيب والإقامة وغيرها من المشاكل التي لا زالت عالقة والتي تنعكس سلبا على أهداف التغطية الصحية الأساسية. وشكرا سيد الرئيس. شكرا لكم سيد الوزير، لكم كلمة. شكرا سيد الرئيس، هذا كذلك سؤال محوري كبير جدا ومهم. يجب أن نعترف على أن ورش تفعيل التأمين الإجباري على المرض ورش من أهم الأوراش التي يقودها جلالة الملك نصره الله في مطلع الألفية الثالثة، وورش طبعا إنتاج عمل حكومي برمته مع فرقاء الاجتماعيون والاقتصاديون، وقد توج العمل الذي يقوده السيد الوزير الأول بتوقيع في 4 يناير 2005 بالقصر العامر بأكادير على ميثاق الأزرع، وكان هذا حقيقة زمن يؤرخ له ويؤرخ به. بعد ذلك انطلقت العملية بصفة سلسة، فطبعا هناك نقاش مستمر مع مدبري الخدمات ومنتج الخدمات، وتلعب فيه الوكالة الوطنية الدور المحوري لأنه متكلفة بالضبط وبمتابعة، وهو عمل تدريجي يتحسن شيئا فشيئا. كلما كانت هناك ملاحظات على ضوء الملفات التي تم تدبيرها إلا وتمكننا من تصحيح تقييم وتقويم الوضع بصفة مندرجة. يجب أن نقول أن هذا النظام خول ل700,000 شخص في القطاع العام أن يلجوا لأول مرة تأمين الإجباري عن المرض، و 2.8 ملايين في القطاع الخاص يلجون التأمين لأول مرة في تاريخ بلادنا، وبالتالي فهذه عملية كبيرة ضخمة تتطلب متابعة مواكبة وتصحيح وتقييم وتقويم باستمرار، وهو طبعا ما نقوم به. أتى الكلام عن جلالة أو ما يسمى الآن بالساد أو بالماء الأزرق، هذه عملية أخرى. طبعا التقنيات تتطور بسرعة، كانت لاطاريفيكاسيون فيها 4500 درهم كان أظن، لعملية طبعا صعبة في 20 دقيقة. الآن هناك آليات جديدة لفاكو إيمولسيفيكاتور، فيهم كيت، الكيت هو طبعا صالح لعملية واحدة، يمكن طبعا في المستقبل أن ينضم هذه العملية إلى اللوائح التي نعمل بها. المهم أن أقول أن هذه عملية ضخمة صعبة مهيكلة تروم بناء مجتمع متضامن
يجب أن تواكب بصفة دقيقة، بصفة متأنية، وباتفاق ونقاش وحوار مستمر مع مدبر الخدمات ومع منتج الخدمات، وهذا هو طبعاً ما تقوم به الحكومة بصفة دقيقة ومستمرة حتى نتمكن من تحسينه وتحصينه بصفة نهائية. شكراً. شكراً. لديكم تعقيب سي بلقادي؟ شكراً سيد الوزير. أنا متفق معكم أن هذا الورش ديال التغطية الصحية ورش كبير وكبير جداً. هنا غير التخوف اللي كان تخوفه أنه بالنسبة للناس المؤمنين أن ما يكونش هناك تراجع على المكتسبات اللي كانت بحقهم، لأنه الإجراء اللي جعلنا نطرح هذا السؤال هو أنه لا بريزون شارج أو التزام بالتحمل. غير مثال بسيط اللي قلناه هو أنه التداوي بالليزر للناس اللي عندهم مشكل في عينيهم نظرا إما السكر ولا نوع من يعني من الأسباب متعددة، أن هذا الالتزام بالتحمل لا بريزون شارج اللي كانت عندهم بشأن الليزر عند الأطباء العام ديال الخواص ما بقاش. واش هذا تراجع في إطار هذه السياسة الجديدة، ولا أنه كنخافوا أنه الإجراءات تشمل أنواع أخرى اللي كتشمل هذه التغطية الصحية؟ وشكرا. شكرا سيدنا المحترم.